السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سي أو سيراي مقطع تحديات جديد. تحديات الأسبوع التاسع من سيزن الثامن، واليوم تبقى 14 يوم على نهاية السيزن، وبنشوف شرح لكل التحديات، وفي الأخير مكان نجم السري اللي ترفعك تير كامل، لأن أعرف بعضكم وصل ترمية للحين. لا تنسوا تقيم المقطع بلايك، ولو يعجبكم المحتوى فنورون بالاشتراك، وخليكم مع التحديات. التحديات كالعادة مرتبة من الأول ولين السابع، والتحدي الأول اللي معنا تحدي مراحل، وهو النوع اللي أمل وأنا أسوي صراحة، بس الحلو فيه إنه مرة سهل. بيكون معنا 5 مراحل، يعني بنحتاج 5 أيام ومرحلة في كل جيم عشان نخلص التحدي. وفي المرحلة الأولى في الجيم الأول قم بالهبوط في مدينة لوت ليك. لازم تنزل من الباص على طول باتجاه لوت ليك، وتهبط في أي مكان في البحيرة عشان يحسب لك المرحلة. ولو أنك نزلت مكان ثاني وبعدين جيت على لوت ليك فما بيحسب لك، لازم من الباص وعلى طول فلوت ليك، او تقدر مثلا تستخدم اللانش باد او مظله وتنزل فلوت ليك وبيحسب لك. بيفتح لك المرحله الثانيه، وهالمره لازم تنزل مدينه لاكي لاندنج، نفس الشيء من الباص على طول الى لاكي. والمرحله الثالثه قم بالهبوط الى الخريف المملح مدينه ستوري سبرينجز. المرحله رقم 4 قم بالهبوط في مدينه لوني لوج اللي موجود على يمين الخريطه. والمرحله الخامسه والاخيره قم بالهبوط في المقابر هانتد هيلز. وكذا نكون خلصنا التحدي بشكل كامل. التحدي الثاني تحدي فتح الصناديق، وهو واحد من اسهل التحديات. والتحدي يقول قم بفتح 7 صناديق بالاجمال، اما في مدينة بولر بيك او في مدينة لونلي لوج. ما في شرح هنا، المطلوب انك تختار بين مدينة بولر او مدينة لونلي، وتنزل لوحدة من هالمدينتين وتفتح 7 صناديق عادية، صناديق اللوت اللي يطلع منها سلاح. ولو فتحت 7 صناديق في جيم واحد او في اكثر من جيم فراح تخلص التحدي، وتذكر انه بيحسب لك الصناديق اللي تفتحها في بولر بيك او في لونلي بس. التحدي الثالث مرة سهل، قم باستخدام 3 فوهات بركانية من دون ان تلمس الارض، يعني اسهل تحدي. تقدر تستخدم 10 ومو بس 3. المطلوب انك تروح للفوهات البركانية واللي تكثر في منطقة البركان طبعا، ولازم تستخدم 3 ورا بعض من دون ما تلمس الارض. ولو سويتها واستخدمت 3 بتكون كذا خلصت واحد من اسهل التحديات. التحدي الرابع تحدي مسلي كثير، وبيكون تحدي مراحل، و3 مراحل بالضبط، يعني بنحتاج 3 أيام. وفي المرحلة الاولى في الجيم الاول قم بالرقص بين 3 تماثيل ثلجية. كثير منكم يعرف اماكن التماثيل الثلجية الثلاثة واللي هي موجودة جنب بولر بيك. انزل هالمكان وخليك واقف بين التماثيل الثلاثة وارقص اي رقصة، وبيحسب لك المرحلة الاولى واطلع من الجيم او كمله. المرحلة الثانية قم برقص بين 3 ديناصورات واللي تلاقيها في الخريطة الصحراوية. انزل لهالمكان بتلاقي 3 ديناصورات، اوقف بينهم وكمان ارقص اي رقص على كيفك، وبتخلص المرحلة 2. المرحلة الثالثة والأخيرة قم برقص بين 4 ينابيع ساخنة. انتبهوا، مو فوهات بركانية، ينابيع ساخنة، واللي تلاقوها في المنطقة البركانية 4 بحيرات صغيرة كذا جنب بعض. روح بينهم ونفس الشيء ارقص اي رقصة، وكذا نكون خلصنا التحدي بشكل كامل. التحدي الخامس تحدي غريب او جديد بس مرة سهل. في الاسابيع الماضية كان في تحدي يطلب منك انك تدمج اللاعبين من فوق، يعني يكون عندك الهاي جراوند تقعد تدمج اللاعبين، بس هالمرة العكس. وتحدي يقول قم بتدمج اللاعبين اللي ضدك بمجموع 500 دمج من الاسفل، يعني لازم تكون تحت واللاعب اللي ضدك يكون فوق، ولو دمجته فراح يحسب لك نقاط. يعني لو في لاعب على جبل وانت تحت على الارض، يعني هو اعلى منك اكيد، وقاعد تدمج اللاعب فكذا بتحسب لك نقاط. ما يرد لها اي تفكير، وروح للاطوار الجانبية. وانصحكم طبعا بالطور الجديد طور مارفل، كل شيء مجنون هناك وناس فوق وتحت، يعني بتخلص التحدي بسهولة، وعادي تخلصها في اكثر من جيم. التحدي السادس والمطلوب انك تريف واحد من فريقك بعد ما يموت باستخدام شاحنة الريفايف. ادخل الاطوار اللي فيها نوك مثل الدو او السكواد، ولو تفنش واحد من اصدقائك راح تطلع بطاقة الريفايف، واللي لازم تشيلها وتوديها عند اقرب شاحنة ريفايف. ودي البطاقة لاقرب شاحنة ورجع صديقك، ولو سويت هالشيء كذا تكون خلصت التحدي السابع. وتقدر حتى تقول اللي يلعب معك انه ينتحر، وبعدين خذ بطاقته وخلص التحدي. التحدي السابع والاخير تحدي كمان سهل بس يحتاج شوية وقت، بتلاحظ ان تحديات الاسبوع مرة سهلة. قم بقتل 5 لاعبين ولكن في اجيال مختلفة. هنا لازم تقتل 5 لاعبين في اي طور من اختيارك ما عدا البلاي جراوند او الكرياتيف طبعا، بس بشرط انك تقتل لاعب في كل جيم. تقدر تخلص التحدي في 5 أيام او اكثر. لو دخلت جيم وقتلت لاعب فراح تاخذ نقطة، ولو دخلت جيم ثاني وقتلت لاعب فراح تاخذ نقطة ثانية،
وكمل كذا لما تجمع 5 نقاط وتخلص التحدي. طلب بسيط مرة، للحين مرة 9 أسابيع من التحديات، والحمد لله قدرت أنشر كل أسابيع بدون ما أوقف. فلو تقدر هالشيء ولو حاب تدعمني تقدر تحط كود المتجر سيو، وشكرا للناس اللي استخدموا كودي. النجمة السرية الخاصة بالأسبوع التاسع، أولا لازم تكون مخلص كل تحديات الأسبوع التاسع وتكون أخذت نجمات وبنرات الأسابيع الماضية كلها عشان تطلع لك هذه النجمة. وعلى حسب صورة الأسبوع التاسع بتشوف إن في سفينة وفوقها على طول في نجمة، طبعا واضح إن المكان المقصود هو مدينة الفايكنج، والنجمة أكيد موجودة فوق السفينة، بتلاقيها على آخر السفينة. ولو خلص كل التحديات فلازم تطلع لك، وفي كمان احتمال إنها تكون فوق رأس السفينة، لذا شيك على المكانين تحت وفوق وخذ النجمة السرية. وكذا تكون خلص كل شيء خاص بالأسبوع التاسع، ولا تنسوا زر اللايك، وما ظل إلا شوي على سيزن التاسع. نورنا بالاشتراك لأني أنشر تحديات من سيزن السادس ولين الحين. أشوفكم المقاطع الجاية ومع السلامة.